والناس ينزلون الأفراد منازلهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن أحيا فأحيا وإن أشر فأشر. كان عند كربلاء حجي علي الإصفهاني الكهرباني حفظه الله إذا حي ورحمه الله إذا ميت. هذا حجي علي يقول أنا في الوقت كسرت تجاريا، يقول كسرت لكن تحفظت على أن لا أظهر نفسي بمظهر المتكسر. هذا استظهار عجيب غريب. أنا في محلي الصناديق والحواطي مزدحمة، لكن يقول أسمع من الناس يقول حد عن المتكسر. منين يعرفون هم وأدوا؟ لا زوجتي مطلع على أني متكسر، حد يعرف نفسي بنفسي لا أولاد عندي كبار حدهم يعرف. لا أنا قايل لأحد، لا أن أحدا جاء في دخاني وصعد الصناديق لأن الصناديق فارغة. يقول أسمع من الناس يشارك في كربلاء حد عن المتكسر. يقول لا أنا شغلت من كربلاء وأنا أحب الأحلة في قصة طويلة مع هذه القصة وتفضل لها مكان آخر. يقول بعدين الرفع على توجه إلي في قصة طويلة وارتفعت حالتي وجئت إلى كربلاء. الناس يقولون حجي علي ارتفع، من أدراهم حجي علي ارتفع هم واجب ما أدراهم، لأن نفس الدكان ونفس الصناديق ونفس ما قلت لأحد وما عندي صانع وما عندي موقف. ولو أن في كلامه مبالغة من غيب الناس لا يعرفه يقين. فلان إنسان جاء يشتري من الإسلام هذا يقول ما عنده يشوف صندوق موجود هنا تبين هذا متكسر ما هو بيكون يكشف. يقين فلان إنسان مثلا طلب منه مالا فطلب منه فقال إن شاء الله إلى الأسبوع القادم تغير ما عنده. يعني لأن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ما نوى امرأ شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وثلثات لسانه. يعني هو يبالغ في كلامه حجي علي، لكن هذا كواقع ثلثات اللسان وصفحات الوجه. وإن الله يلقي في قلوب الناس كما في الحديث القلب يهدي إلى القلب، هذا حديث القلب يهدي إلى القلب هذا واقع. فمعنى المؤمنون بمعناه الثاني وبمعناه الأعم أن الناس يعرفون عملك، أن الناس يعرفون ميزانية منبر الإنسان، ميزانية كلام الإنسان، ميزانية عدالة الإنسان، ميزانية فلوس الإنسان. من المستحيل أن تعطهم فلوس الناس واشتهر عندهم أنت فقير، ومن المستحيل أنه أنت فقير وعند الناس اشتهرت ذاته فقير. حسب التجارب، ولا نقول أنه ميسر فارد خارج لأنه يقولون ما من عمر إلا وقد قص، لكن هذا على العمر والأغلب. وبالمئة تسع وتسعون ثلاث التجارب على أن الناس يعرفون. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. ولهذا أقول دعاء أدعية كثيرة ومضمون أيضا موجود في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألوا الله بنيات صادقة. هذا يدمع كثيرا النية الصادقة ويقينا صادقا. شنو الفرق بين النية الصادقة والنية الصادقة؟ الفرق أن الإنسان قد يكون يريد دراسة العلوم الدينية عن حقيقة أي ثمن يصادق، قد يكون تريد دراسة العلوم الدينية كمثل نقول هذا المثل، قد يكون تريد دراسة العلوم الدينية لا كمنهج في الحياة كمسير كفرد عمل اجتماعي، هذا اسمه النية الخاصة. قد يكون أنا أقول لكم فظلمه الرشد بنية صادقة حقيقة أريد أن تأتي إلى ذلك بالله، هذه تسمى النية الصادقة. قد يكون أقول لكم على أنه اتصل إلى داري حتى في المستقبل أعتذر يقول أنا جيت والله، أو أنه تعرض أبا حمومي عن الاصطلاح الخاص. أقول فرق بين هذا، هذه نية صادقة
وهذه هي تقال النية التي ينوي الإنسان مطابقة عمله لنيته تسمى نية الفرض، والنية التي ينوي الإنسان عدم مطابقة عمله لنيته تسمى نية الفاسدة. وحتى يتجرب والأشخاص الذين يقول لكم اتفضلوا، تعرفون أن اتفضلوا صدق أو كذب، أو يقول لك على أنه يعمل كذا، تعرفون أنه صدق أو كذب، هذا شيء قطعي ومسلم. هذه مقدمة. نحن الذين اجتمعنا ها هنا في هذه الغرفة وفي هذه المدرسة وفي هذا البلد، نحن المجتمعون نريد توجيه الاجتماع، نريد توجيه الاجتماع إلى حب الإسلام والفضيلة والتقوى وما أشبه، نريد توجيه الاجتماع. إرادة توجيه الاجتماع إذا كنا صادقين في هذا سلم هذه النية الصادقة، يعني إذا كنا صادقين في هذا، يعني هذه الإرادة يجب علينا أن لا نكون غير هذا الناس. جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال له الإمام: ما لي لا أرى سوى الشيعة في وجهك، في مأخذ السمام معنا على جبهته سجادة، ولا أن يكون ثوبه قصيرا، لا فيما أخاف، لا يغرنك، الشيخ البخاري يقول: لا يغرنك من الفرد رداء ركع وقميص فوق ساق الكعب منه ربع، وعلى جبهته سجادة قد خلعت، والضمير المذكر باعتبار الأثر، أخبر المفتح اللغي يقول فجأة الضمير المذكر باعتبار معنى، وعلى جبهته سجادة قد خلعت، أره الدرهم تعرف غيه أو وراء، وشعر الشيخ الرحيم. وهذا مضمون لحديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، حديث طويل عن الإمام الرضا: لا يغرنك ولا يغرنك ولا يغرنك. الشيخ الضحايا أخذ خلاصته وأضمنه هذا الشعر. الشاهد أن الإنسان الذي يريد توجيه الاجتماع له سيماء آخر، وإذا أردنا أن ننصف أنفسنا لا السيماء موجود إذا أردنا أن ننصف. ولذا الاجتماع والواقع عرف هذا الشيء فينا فلم يبذل لنا منفعة. إذا كنا نريد توجيه، كل إنسان يريد توجيه الاجتماع، الاجتماع يعطيه جزاه الكامل. من الممكن أن تكون هناك حادثة يقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لكن الاجتماع أعطى الإمام الحسين قبل أن يقتل وبعد أن يقتل مباشرة جزاه الإمام الحسين الكامل الاحترام المتزايد الذي كان يراه إلى قبل قتله. الاحترام لإمام الحسين الكامل ما أقول لإمام الحسين يعني بمقدار ما يستحق، الدنيا سجن الموت، كل مؤمن لا يأتي في الدنيا بمقدار ما يستحق، لكن الإمام الحسين سجن شريف شخصية في المدينة المنورة، عاش بأرفه حال، وبعد أن قتل أيضا الاجتماع أعطاه الجزاء الكامل. أول ما قتل الاجتماع قطع النظر عن الله سبحانه وتعالى، الناس كانوا يقولون قتل ما بنزل، حتى أن يزيد الصبا المحترمون يقرؤون فوق المنابر فقط الإمام السجاد، لكن غافلون عن أن خطبة الإمام السجاد شلون صارت. واقع شيء عجيب أن فرد ولد عليم مريض مشرد مقتول أقاربه وأهله، وفي عاصمة لخليفة مسيطر على البلاد إمبراطورية
هذا الخليفة لا يتمكن يتحرك ضد هذا الولد يقربه أكبر حتى يمنعه عن المنبر. صوروا هذا الشيء عجبا، وصوروا أن الاجتماع شلون صار مع الإمام الحسين، وإن الشيء بسيط أبسط ما يكون هذا. هذا الشيء الذي لا يقال ولا يقرأ من المنبريون أغلبا كما لم أسمع منهم هذا سماع منهم. فرد واحد عليل وأسير وطفل، لأن الإمام السجاد كما يقول المؤرخون ذاك اليوم عمره 18 سنة 20 طفل، 18 سنة 20 في عمره طفل. يزيد على قوته ما يتمكن يقابل الإمام السجاد في إرادته الكفر. لماذا هذا الشيء؟ لأن الاجتماع كله صار مع الإمام، ويزيد على قدرته ما يتمكن يقرأ معه. ولهذا الطرق مع العلم أنه كان يدري الآن صعب بلا لبلا بسرعتي وقضيع الأرضية، لكن شكرا قوة جماهيرية وراء الإمام السجاد وأمام الحسين عليه الصلاة والسلام حتى يزيد في عاصمة دبي وفي يومين انتظار ما يتمكن يزيد هو الإمام السجاد. هذه قواعد. على كل حال الاجتماع هذا لازم الناس يقولون الاجتماع خراب، الاجتماع اصلا مخرب، الاجتماع دائما يعطي الاشياء موازينها، الاجتماع اصلا اي اجتماع مخرب خراب، يريد يصير في الاجتماع ثلاثات كما قال عمر بالنسبه الى خلافه ابي بكر كانت فرده، هل تصير علي بن ابي طالب طوق عشرات الالوف من المعادن يقدر ومعاويه له الاجتماع اعطاه حقك وذكر اعطاه. فرد يصير التاريخ وفرد أيضا تحت ميزان آخر كما علينا بالميزان الفلسفي للفلكات، لكن الكلام في هذا الاجتماع يعطي حق كل الإنسان بمقدار حقه لا أعطاه لآخر ولا هذا شيء. أن نحن إذا أردنا توجيه الاجتماع، توجيه الاجتماع يحتاج إلى مقومين، مقوما داخليا ومقوما خارجيا. المقوم الداخلي بلا تبسيط في الكلام حتى لا ناخذ من الوقت كثيرا، المقوم الداخلي اول مقوم داخلي ان الناس يرون منا الصدق. الناس اذا راوا من عندنا الصدق يتوجهون، أما إذا نحن بطلنا ذكرنا للناس أصلحوا بطلنا ورأوا أن الناس بيننا خراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا رأوا الناس أننا نأمرهم بالصدق ونكذب، نأمرهم بالإصلاح ونفسد، نأمرهم بصلاة الليل وننام إلى بعد الشمس، نأمرهم بالأخوة ونحن أبعد بعضنا عن بعض، تلقائيا الناس يقولون إذا كان هذا خيرا قم تمسك به. كما سمعنا هذا الشيء في كربلاء وفي الكويت، وإذا ذهبنا إلى طهران وإلى القاهرة وإلى كراشي نفس الشيء نسمع. الناس يقولون إذا كان خيرا قم عملوا، إذا صدقوا قم عملوا. فأول الموضوع أن نصلح ذات بيننا، وإصلاح ذات البين كلش مشكلة. إن صبروا على إصلاح ذات البين أمر هين، إذا كان إصلاح ذات البين أمر هين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصلاة، يعني 70 سنة من الممكن أن أصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، بس إذا أخذنا الواجبات وإذا أخذنا معها المستحبات، وإذا 70 سنة عن الصائم يوم القيامة يعطى بإصلاح ذات البين في كفة، و70 سنة من الصلاة والصيام على أتعابها في كفة إصلاح ذات البين يرجع. إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام،
إلى مقام، مش للمقام ولا غير. لأن الإنسان في الحقيقة جبل على عدم الإصلاح، جبل على أن يتكلم على الناس، على أن يستهدف حقوق الآخرين، على أن يرى نفسه أحق وكل الناس على باطل، على أن يتعارك، على أن يتهاوش، على أن يسب، على أن يتصور. هو حر في تصرفاته كيف شاء وأين شاء، على أن الاجتماع كلهم فاسد وهو الخير. هذا ما احتدناه في كل ما أنا في كربلاء. أنا من عادتي التي عرفت هذه العادة وتعلمتها منذ ما يقارب 25 سنة، يعني احنا تقريبا 31 سنه مربوطين بالاجتماع ارتباط مباشر بالعالم العربي المنظم، قبل 31 سنه احنا مربوطين بالاجتماع ارتباط مباشر. انا من عادتي في الحقيقه ان هو اذا شفت حركه في فريق ادخل للاصطناع في اي لون كان العالم، حتى بين زوج وزوجه، بين اخ واخ، بين صديق وصديق، بين جار وجار، بين طلاب مدرسة، من أي لون بمقدار اللي أتمنى أساهم في الإصلاح. بعد ما شفت أنه هو يمكن الإصلاح، يا واش واش أسحب نفسي، أسحب أسحب أسحب، حتى أن الاجتماع يكون هو الذي يحكم. يقول السعدي من بيان دوكاس جان چون آتش است سخنچین بدبختی گم شده. في مدرسة طرق في شكلا في مدرسة الحسنين الذين يتبقوا في مدرسة الإمام الصادق، مدرسة الحفاظ، في هيئة الحفاظ اللي كان عندنا نزاع يقع بكثرة في مدرسة الهندي، لقاء يقع بكثرة. أنا كنت أدخل في سبيل الإصلاح أكلم ويا هذا ويا هذا ويا هذا ويا هذا، يوم يوميا 10 أيام شهر شهرين، بعدين أشوف ما يمكن الإصلاح يقول معاكم، يا واش واش أسحب نفسي خلص يا أمي، أهو صغير معاكم. عمل الإصلاح من مقومات عمل الإصلاح أن ينظر الإنسان إلى نفسه نظرة متهمة، يعني يتهم نفسه. يعني إذا أنا على كيس الراضي لا أظن أن الحق بالمية مية معي والباطل بالمية مية معك في الواقع. إما أنه إنصاف الناس، أقول الحكيم من أشد منا أشياء إنصاف الناس إلى النفس. يعني يجعل نصف، نصف إلى نصف. في أي لون؟ الإمام المعروف قال الحسن عليه الصلاة والسلام اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحب له ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لنفسك. هذا من أشد الصفات سرورا. أخذت أن الإصلاح ليس عبارة عن أنه إذا رأينا حج تقي وحج علي تعارك أنا أدخل بينهما في الإصلاح، لا، إذا أنا تعاركت مع السيد أنه أن أشوف في المية شكدر أخاف معي وبالمية شكدر أخاف معه. هذا معنى ذلك، هذا شيء صعب جدا. فأول الشيء أن نبدأ بأنفسنا، ابدأ بنفسك أيها الإنسان، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان للتعليم نفسك نصر وتطعم تصف الدواء وأنت أولى بالدواء وتطيب المرضى وأنت تستقيم. والجزاء الاجتماع لهؤلاء الناس أن ينسحب عنهم. الناس أحسن جزاء لكم للإنسان بمجرد أن رأوا أنه فيه نظر ينسحبون. مثعون معه أكثر صغير يتشير يسوف كان عندي في كتاب السيد الله يرحمه في وقته من الأغاني. هذا دائما يسوف الاجتماع، والاجتماع يبعد عن أميال وخراسان. كل عمل معذور صديق هو في الاجتماع كان من أغاني معنا هو معنا أصدقاء معنا كل إشكال شخص يعني كان يصلي مسكين أربع أشخاص ورائي كان يخلي قرار يختم ستة في الوصول له. شو يسوي؟ يرتبون بالعالم بس يسوي. الاجتماع أول ما رأى أن الأقلية هؤلاء شيء ليس مرغوبا فيهم ينزعها. خلص عم يتعاون. ويا
ويجعله منفردا هو كأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، يعيش وحده ويموت وحده ويحضر وحده يعتبره مع الله. هذا أول شيء نرى الناس في الحقيقة ينظرون إلى الطلبة كنظر الملائكة. قال ملاحظ الله لكن بمجرد أن أقل شيء من الطلبة صدر الناس ينظرون إليه كنظر إبليس بعد حاصل مرة. لكن في الحديث الأخرى إذا أحب إنسانا أجرى على لسان الناس حبه وذكره، وإذا كره إنسانا أجرى على لسان الناس كرهه وبغضه. الشاهد في أنهم فأول شيء نحن نحتاجه في الاجتماع المصلحة أن تصلح أقلا، حتى إذا ما في أنفسنا الصلاح نوصل للناس الصلاح. أقل تقدير قد يكون الإنسان هو واقعا صالح، قد يكون الإنسان هو واقعا صالح، لا هو صالح، لكن أقل التقدير فلتكفر. أما إذا أجوا للمدرسة شافوا هذا أوضح ما يقول، يقولون هذا النظافة الذي يأمرون به، هاي النظافة أسألك كمحمد تعال جيب ألف عذر لأنه ما هو خادم، لا يسوون. يقول الناس الشخص الذي لا يتمكن من هذا الشيء لا يعتمد عليه. إذا أجوا إلى الغرفة ولا الحمام ولا كذا شافوا هؤلاء يأمرون بالنظافة وهم أوسخ. اليوم هو الشيخ إبراهيم نحن إلى المستشفى عيادة ابن منصور فوزان خبر الله الذي سيارة اصطدمت به، شفنا نظافة واقعة طائلة. على كل حال يجوا إلى أبناء هذا عمل غربي وهذا عمل المسلمين، هذول في قمة الإسلام وهذول قموص في قمة الغربي في الدرجات السفلى من الغربي. يقول هذا هو راح على المدارس الكبيرة، راى النظام، راى الهدوء، راى الصيد، راى الدراسه، لان راى النجاح، راى الامتحان، اجى الى مدرسه اول. كلنا مسؤولون ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مو معناته كلكم راع مسؤول عن رعيته، يعني عن شنو مسؤول؟ يعني انت في البلد الذي تعيش مسؤول عن هذا، مع صديق تعيش مسؤول عن هذا، مع في مدرسة تعيش مسؤول عن هذا المدرسة، لكن كلهم له حصة. أنا دخلت في وسيم، دخلت في الشيخ، دخلت في كله كلهم تنصيح على الناس ونقبض منهم الحقوق. كم أدينا واجبات حتى نقبض منهم الحقوق؟ ما أقول لكم هذا هو موضوع الله، لا حقوق مقابل الواجبات. كم أدينا واجبات حتى نأخذ حقوق من يوم ما أدينا واجبات؟ البلد الكبير الإسلامي وفي الحقيقة كل إنسان منا قادر أن يكون مبلغا مصليا في منطقة من المناطق. يقول الحقوق كل مستمرون في مكان وكل البلاد طالبات. شعب الصدام للدار الواقع في خشمه يقول فالبلاد اللي فوق قبل ايام في الاستيقاظ يدلهم يدلهم في مهام ارجع في كل مدينه قال له احنا من الدار من وقت الامراض قلت ما تروح 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 قلت ما أن المدرسة إذا وسخة أنه إذا سقط فلان وحق معه يتهاوش مع فلان هذا الجزاء والاجتماع معه سيد في منطقة ما يعتبر المنطقة حتى لا تشتروا هذا السيد كان من أكثر الناس احتراما وأنا في منطقة مو في السيد ولا فلا من أكثر الناس الاحترام، لكن أحيانا يسيئوا المعاملة مع الناس. الناس تفرقوا عنه حتى طلعوا من مسجد اللي كان يصلي الله بالقوة بالشرطة جابت شرطة طلعت عشان أقل من السيد يا عبد الله ولا شيء ولا عالم بالقوة جابوا شرطة وطلعوا منه. لماذا هذا الشيء؟ نفس هذا السيد المصري الذي كان يقبلون يده وأخر 15 سنة ذهب إلى زيارته فالسيد محترم لا أبعد الكثير
عالم المنطق، لأنه أخذ يعمل ما لا يليق بأهل العلم. نفس الذي تكلمنا معه قد لا أمش فطر لنا. نفس الناس. فأول إصلاح لأنفسنا في الحقيقة أنه نتصور أننا مسؤولون أمام الله وأمام الناس عن أنفسنا، هذا الشيء الأول وهو جدا مهم. ولا نقول هذا الشيء اعتباطا، وإنما نقول هذا الشيء تطبيقا وعملا. الشيء الثاني، إذا أردنا أن ندخل الاجتماع أو البيت، أحد شعراء إيران ويسمى بنسيم الشمال يقول: البيت القصيدة طويلة المقاطع ماله. جواب ماله يقول: قصد برو قصد بيو كالقرب شاخص نزل، يعني يواش روح يواش يرجع حتى أن البرة لا تنحقوه. الحقيقة أنا حتى تجاربي القليل الاجتماع أن الاجتماع هو الكف الذي ينطق الرزق. نقول بالاجتماع كلش صعب، الناس يحتقون الكلمة انتم قلتموها قبل 30 سنة. كان عندي في كربلاء قد رجوا أن نعمل للنعيل المفتازين، ما إلا نسميه أخوان عزوز كربلاء يسر. هذا كان فردنا والد هذا البناء قال لي: أنا مجتمع ما حصل عليه اليوم. أنا اجتمعت معه أولا إنسان جدا طيب، جمعت الزواج فتعودت على الأعذار شهد على أن الاجتماع يحفظ حتى الكلمة واحدة بعد 30 سنة. هذه قلت من جملة أجل أمثلة وشواهد وكذا، ومن جملة قلت هي أن الإنسان يجب أن يغير من نفسه. ثم جئت له هذا المثل مرة لقلة قال لزوجته: دعنا نغير مكاننا لأن مكاننا توسع الفضلات. الزوجة قالت: دعنا نغير من أنفسنا في عبارة الأخرى حتى لا نخرب المكان. هذا ماذا من جهة الأنفسنا؟ وإذا أخذت بذلك يقول لهم أعرسكني لأنش ممتهم من أعرسكني لهم هذا أعرسكني بفضل هذا جدنا الله في الحقيقة. وقت اللي جينا هذا المثال جبت هذا المثال مرة 100 مثال 50 مثال 60 مثال، وأنا نسيت القصة أصلا. هذا الإنسان البناء أمام الله كان يصلي معي وكان سيف لي. في مناسبة قبل كم سنة أتكلمت وياه وقال لي: أنا إلى أحس ذاكرة قصة النخلة، لأن هذا المثال كان لي. لكن الوقت انا اتفق ان لا نقوم بشنو فما ذكرت على الشركه او اي مصادر تتعرف على الاجتماع هشم. وانا الانسان يقول انه لا، الاجتماع باطل. ميرزا محمد الطهراني الله يرحمه كان مدرس والدي في المطول، كما والدي نقل اقول او هو نقل واحد شايف كان فيه سامراء من تلاميذ المدرسه الكبير. إذا محمد قال لي في وقت اللي أنا مرجع، مو والدي مرجع، قال وقت اللي إذا مهدي كان يقنع عندي مطور، أنا من ذاك الوقت كنت أقول للطلاب قبل يصير مرجع. لا سلوكه وقتله ودراسته ورواحه ومجيئه كان يدعم، وهو إنسان صادق ما يريد يكتب وما يريد مني فلوس لأجل مدح وأنا، هو كان من تلاميذ المدرسة الكبير، كان متوفي قبل 20 سنة. له كتاب اسمه كتاب مستدرك البحار، كتاب مستدرك على بحار الانوار، كتاب ضخم جدا ما نشتغل عن المدللات من اللي صار معي. فالناس يحفظون شيء بعد 50 سنة
يعني هذا الفصل اللي كان يقول البيت يقرأ الوالد أنه المطول، والدي كان يقرأ أنه المطول، وبين اللي يقول الفصل أي يوم 50-60 سنة فاصل. وهذا في الحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الاجتماع، اجتماع جدا صعب. الاجتماع سريع خبر بطيء الرضا، هذا قاعد في الاجتماع. جميع أشياء حتى زوج المسلم، ولد الله، ولد المرجع التحريم، ولد الإمام، ولد الخطيب. الاجتماع سريع الغضب دقيق الرضا. الكلمة الصغيرة تجد واحد من مريدية مالي في هذا المسجد المحترم اللي بالمية مية مريدين ويدافع عنه، فشكل عجيب غريب. فلقد يوم قال لي أنا سامع منك أنك تقول فلان إنسان عن فلان شخص أفضل من فلان شخص، وهذا شنو هالكلمة؟ من شنو هالكلمة؟ فأقول بار ما بقول. هو واقع ما بقول كويس. من الجيل الثاني اللي نقل عني هذه الكلمة حتى أفهم. الكلمة لو قلتها، لو قلتها كل شيء ما كان. لكن قال لي أنا سمعت منك أنه يعني تسامع سماع أنه أنا قلت فلان حبيب أقوى من فلان، حبيب له شيء. مو هذا، ويقول أسرع عليك. وقعها، ما نفس هالكلمة في الحقيقة، إذا كنت أنا أقول لي أنا قلت وهذا شيء صحيح، ما شنو ولا عندك في دبابة ولا طيارة ولا عصفور ولا أي نوع من الأنواع تدريبي. انحراف، أقل انحراف
كل أنهم يأخذون بشدة على الفلاح يقولون في أمان ويلتقون حول إنسان لا يرون منه هذا. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.